بشخصيته المعهودة العين تعالى على غياباته، وأكد أن هدفه منصات التتويج وأول مهمة ضد النصر انتهت ناجحة وبرأسية المدافع رافائيل. والرأسية ترتفع والزعيم دائما في العناني، في العناني بالمدافعين بالمهاجمين، لا يغيب في العين لاعب إلا ليقوم الآخر بواجبه. الله يا رافا، العين يسجل، استمع إلى الصوت، شاهد الاحتفالية، الرأسية تأتي في الوقت الذي يغيب فيه كوامي. رافا يقول سأقوم بواجبه، سأقوم بواجبه على طريقة كوامي، يسجل. في أول مباراة تحسم بأشواط إضافية، عانى الوحدة كثيرا من أجل تجاوز عجمان المثابر ورأسية بن ميتا تجنب الوحدة ركلات الحظ والتركيز. اللي موجود في مدرجات العنابي بالنسبه للوحدويه، كره بالراس، الله الله، هدف ذهبي من ميمنتا، هدف ذهبي ذهبي من جانب لوكاس ميمنتا المدافع الذي ارتقى واسعد اسعد الوحدويه. في مباراه قالت كل ما لديها في الدقائق الخمس الأولى، تمكن الجزيرة من اجتياز عقبة فريق العروبة وبسهولة وبفضل هدف يتيم جاء في البداية عبر زايد العام. شوف الخطأ من حارس المرمى، خطأ كبير، زايد الحمادي، 1-0 الجزيرة، يسجل أولا في الدقيقة الخامسة، زايد بخطأ واضح من إبراهيم الكعبي، والجزيرة يسجل واحد من أسرع أهداف البطولة حتى الآن في الدقيقة الخامسة. وبينما كان الجميع يتوقع مهمة عسيرة للوصل في ملعب خور فكان، جاء الواقع مخالفا وخطف الفهود، بطاقة التأهل باستحقاق تترجم بثلاثية الشوط الثاني. كرة للأمام، أمامية وصلوية موجودة ممتازة، محاولة ثانية خطيرة، هوبا، وفرصة هدف أول ممكن 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 ممكن، الهدف الأول للوصل ممتاز، جول، هدف أول لفريق نادي الوصل، لكن يسجل الوصل عن طريق الضغط ممتاز، ويليام بوتكر، يسجل ويليام بوتكر لصالح الخور عن طريق حموش صالح، بوش بوش، تسديده لحموش، بيشوف سايد الثاني، بيشوف سايد الثاني، الهدف الثاني فابيو ليما، بيشوف سايد الهدف الثاني على طول، ليما راحت له جات له خلاص، الوصل يضرب بالثاني، الوصل يسجل الهدف الثاني، هيكون هدفه الثاني الشخصي فابيو ليما، ليما ليما ليما، ولد يا ليما، جول جول فابيو ليما، الهدف الثالث لنادي الوصل، الهدف الثالث لنادي الوصل عن طريق فابيو ليما، والهدف الثاني شخصيا لليما،